عدد الإصابات بمرض كورونا بدأ بالزيادة في الأيام الأخيرة في محافظة نينوى خصوصا وفي العراق بشكل عام. هذا يستدعي التكاتف من قبل الجميع، من المجتمع، المواطنين، الحكومة المحلية، الحكومة المركزية، دائرة صحة نينوى. وبهذه المناسبة ندعو الأخوة المواطنين غير الملقحين بمراجعة منافذ التلقيح المنتشرة في محافظة نينوى والتي تزيد عددها على 121 منفذ تلقيحي إضافة إلى 40 فرقة تلقيحية مسائية وبأسرع وقت ممكن، ونقول لهم لا مجال بعد هذه الأيام من التخلي عن اللقاح، وعليهم أن يسارعوا بأخذ اللقاح، وإن حريتهم إلى هذا اليوم قد انتهت عند حرية الآخرين. من حق المجتمع، من حق أفراد أسرهم أن يلقحون، لأنه هي ليست حرية شخصية فقط. اللي ما يلقح أنه إما يقعد ببيته يسد عليه غرفة، ما يراجع دوائر حكومية، ما يروح للمدارس، ما يدرس الطلاب، لا يروح الجامعات، على الأسواق، على المولات، يقعد داخل بيته، وحتى عائلته يفترض أنه ما يختلط بهم، لأنه هذا عمل عدائي ضد المجتمع وضد العائلة. تقريبا دكتور، عدد الإصابات في مدينة الموصل؟ عدد الإصابات بعد ما كان يعني أحد ثلاثة وأربعة وستة وعشرة أصبح تجاوز 100 إصابة، 130 إصابة حسب الأيام. الحقيقة عدد الأشخاص أو المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى قليل نسبيا. هناك وفيات، ولكن الوفيات أعدادها قليلة، لكن هذا لا يستدعي أنه مهما كانت قليلة فنحن بحاجة إلى أن تكون الوفيات صفر. غير مقبول أن نعلق أنه الوفيات قليلة، لابد من عمل وإجراء عمل وقائي، ويبدأ من المجتمع، من الفرد في التخلص من هذا الوباء. دكتور، أكثر الناس اللي ينصابون ملقحين أو غير ملقحين؟ أكثر تقريبا إذا ما نقول كل المتوفين بسبب مرض كورونا هم من غير الملقحين. نادرا ما يكون هناك ملقح من مرض كورونا، وإذا كان هناك ملقح فاللقاح يعني ما له كان تاريخه قديم، أكثر من 6 أشهر مضى عليه، إضافة إلى أنه من كبار السن وهكذا. ولكن بشكل عام الملقحين، اللقاح يحميهم من الوفيات، يحميهم من العوق، يحميهم من الدخول إلى المستشفى. وصلتكم ما يخص الجرعة الثالثة؟ هل هناك جرعة ثالثة؟ نعم، الجرعة الثالثة تأخذ بعد 6 أشهر بالنسبة للعراق، بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، عندما يمضي 6 أشهر أو أكثر عن الجرعة الثانية.